أمطار قوية تشهدها معظم مناطق المملكة السعودية الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكما تشاهدون تشهد المملكة العربية السعودية سقوط الأمطار على عدد من المناطق في المملكة في ظل استمرار لحالة الطقس الممطرة التي تشهدها المملكة على مدار الأسبوعين الماضيين، وتتأثر مناطق عسير والباحة وجازان ونجران وعدد من المناطق الأخرى في المملكة بأمطار غزيرة مصحوبة بالرعد والبرق وزخات البرد. حيث حذر المركز الوطني السعودي للأرصاد اليوم من هطول أمطار تتراوح من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب وعلى منطقة المدينة المنورة، وتشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على المهد والعيس وبدر وخيبر ووادي الفرع، فيما شهدت أجزاء واسعة من منطقة عسير اليوم هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة سال على أثرها عدد من الأودية والشعاب.